بحضراتكم اجمل واطيب تحيه وترحيب في هذه اللحظات، لحظات اندفاع وانطلاق الشوط السابع للابكار اللي قايل مهجنات الاصايل لتنطلق الاسماء والشعارات الكبيره والمميزه في هذا اليوم وفي هذا الصباح لتندفع بهذا الدفاع الممتاز، باحثين عن الفوز وعن الناموس، باحثين عن النجاح في هذا الصباح لنتقدم مع شعار بالراية على أول المراكز. من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا انطلاقة لفتة على الصدارة، لفتة على أول المراكز، علي بن راشد بن سعيد البريس المري مع أول التحديات. المركز الثاني أوصلت متعبة محمد بن سالم بن عامر العامري، قدم لنا متعبة في هذه اللحظات. المركز الثالث تحضر في هذه اللحظات مشاهدين الكرام وتنطلق مع ثالث المراكز الظبي، مرحبا بالظبي وحمد بن علي بن طناف الدرعي. من يأتي في هذه اللحظات مع رابع المراكز وتابع شهلولة وحمد بن عبد الله بن حمد المري. من يقدم لنا شهلولة مع رابع التحديات؟ المركز الخامس احضرت في هذه اللحظات ووصلت مشاهدينا متابعين الكرام لتنطلق بكل قوة في هذه اللحظات نخبة ام وضحة وسليم بن مسلب بن قنزول العامري، ويقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي مع المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات تحضر في هذه اللحظات بهذا الحضور الممتاز والانطلاق الكبير من الشايبة القادمة في هذه اللحظات مع محمد بن نافع بالشدي المنصوري. يأتي في هذه اللحظات لينطلق مع المركز السادس وسابع التحديات. الحضور من بينونة مسيعيد بن سويد بن قران المنصوري ينطلق في هذه اللحظات، وثامن المراكز شوق القادمة في هذه اللحظات يقدم لنا شوق راشد بن سعيد بن علي المزروعي. من ينطلق في هذه اللحظات لينطلق بهذا الاندفاع الكبير؟ ايضا الحضور من نوايد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادم في هذه اللحظات مع نوايد، ليقدم لنا نوايد في هذه اللحظات. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، الى التحدي الاول، الى التحدي الكبير في هذه اللحظات من شهلولة. شهلولة ولفته، ولكن لفته بشعار بالراية على أول التحديات، على أول الأسماء، على أول الانطلاقات في هذا اليوم، الباحث عن الفوز والباحث عن الناموس وعن الانتصار في هذا الصباح الجميل. لتنطلق لفته ويقدم لنا لفته في هذه اللحظات علي بن راشد بن سعيد البرس المري ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني احضرت اوصلت شهلولة ليصل حمد بن عبد الله بن حمد المري. المركز الثالث متعبة مع ثالث التحديات محمد بن سالم بن عامر العامري. المركز الرابع الحضور هنا من بينون ام سيعيد بن سويد بن قران المنصوري. والمركز الخامس شوق القادمة شوق، ليتقدم راشد بن سعيد بن علي المزروعي ام الزرعي في هذه اللحظات. وايضا المركز السادس اتابع الحضور، احضرت الظبي حمد بن علي الدرعي. من يقدم لنا هذا الحضور؟ يقدم لنا هذا الوصول، وايضا القادم في هذه اللحظات والواصل بكل قوة محمد بن عتيق بن زيتون مع نوايد. ولكن نعود
أعود إلى الصدارة، أعود إلى التحدي الكبير، أعود إلى التحدي المثير على الصدارة. متعبة محمد بن سالم بن عامر العامري بدأ يغادر، بدأ يقدم العروض. الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة، وهنا براية وهنا العامري، ولكن لفته لفته يا براية، لفته لفته يا أبو راشد، لفته غادرت بالفوز والانتصار في هذا الصباح لتهدي أبناء المملكة ناموس هذا الشوط الكبير في هذا الصباح الجميل. إذا لفته لفته لفته، إذا انطلقت لفته لحم علي بن راشد بن سعيد البريسي من قدمها في هذه اللحظات. سلام براية، سلام سلام لفته، سلام على هذا الفوز المميز والكبير. المركز الثاني أوصلت متعبة محمد بن سالم بن عامر العامري المركز الثالث، شهلولة حمد بن عبد الله المركز الرابع، وصلت سلابة هادف حمد بن عفصان المنصوري المركز الخامس، أوصلت شوق وراشد بن سعيد بن علي الزرعي من قدم لنا شعار أيضا مع المركز الخامس. تهانينا والناموس لك يا أبو راشد على هذا الفوز الكبير والمميز في هذا الصباح مع لفتة علي بن راشد بن سعيد البريس المري قدمها في هذا الصباح لتقدم عرض كبير وعرض جميل. لحظات الإعادة، لحظات انطلاقها وانفرادها بناموس هذا الشوط. إذا هذه لفتة متابعين الكرام، والتوقيت الزمني لحظة وصول لفتة إلى خط النهاية في هذه اللحظات. 5 دقائق 53 ثانية، جزئين من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير والمميز. المركز الثاني أحضرت مشاهدينا الكرام متعبة ومحمد بن سالم بن عامر العامري، قدم لنا أيضا متعبة وقدمت عرض ممتاز تشكر عليه في هذا الصباح العامري. التوقيت الزمن 5 دقائق 56 ثانية، 9 أجزاء و100 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث شهلولة وحمد بن عبد الله بن حمد المري من قدم أيضا لنا انطلاقة شعارة مع شهلولة مع ثالث التحديات. 5 دقائق 59 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز في هذا الصباح.